أجبرت الحرب آلاف النساء اليمنيات على النزوح مع أسرهن بحثاً عن الأمان وفرص العمل لمواجهة الظروف المعيشية الصعبة. نسيم الوصابي البالغة 37 عاماً نزحت إلى إحدى قرى محافظة ذمار تحت سيطرة ميليشيات الحوثي وسط اليمن، وأجبرتها الظروف والمصاعب الاقتصادية على تعلم حرفة جديدة هي حياكة المعاوز، أي الوزار اليمني التقليدي للإنفاق على أسرتها. نزحنا من هنا إلى القرية، فكنا يعني محتاجين إلى مصاريف، فكانت ظروف صعبة، فالراتب توقف، العمل توقف، فبدأنا ندرب العيال مع خواتي ومع الجيران، فتدربتني معهم وأمي علمتني الشرعة والقصب. غيرت حياكة المعاوز مسار حياة نسيم الوصابي، فتحولت من عاملة إلى صاحبة مهنة تنفق على أسرتها المؤلفة من 5 أطفال في ظل تعطل زوجها عن العمل. كان أول الحرم ما يشطئنن، لمن بعد قامن ظهر يشطئنن، كان يصلنا صلحنا الشرعة والقصب. صح أننا واجهنا احنا صعوبة من حيث المال، من حيث العمل، من حيث المال المردود هو بسيط، بس شفنا اللي يكون معه رأس مال يشتغل ويطرحه ويروح بيعه بالموسم، بس هو صعب اللي يكون ما معهش رأس المال. أصبحت نسيم صاحبة خبرة في حياكة المعاوز اليمنية التقليدية بأنواعها المختلفة، وعلى دراية بمواسم بيعها وتحديدا في الأعياد الدينية. وتدير نسيم حاليا معملا لحياكة المعاوز وتنتج منها أنواعا عدة، أشهرها الحضرمي واللحجي والشبواني والبيضاني وبالطبع الوصابي. في هذه المهنة فما هم يقولش أول يوم يتعلموا، البيضاني يومين، المزقت في بعض الغذاء أيام، في بعض الغذاء أسبوع، يعني لك النقشة عن نقشة تختلف، في نقشة تكون ثقيلة ومتعبة وفي نقشة تكون خفيفة. ولا تزال حياكة المعاوز التقليدية حرفة يدوية رائجة في اليمن، باتت بفضلها نسيم قادرة على إعالة أسرتها ودفعت ولديها لتعلمها ومشاركتها العمل. وجهت وزارة العدل الأمريكية تهمة بمحاولة الاعتداء والخطف للمشتبه به في الهجوم على زوج رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي بمطرقة، وذلك بعد اعتراض الطريق المؤدي لمنزل الزوجين في مدينة سان فرانسيسكو. نشر الملياردير الأمريكي إيلون ماسك تغريدة أثارت الكثير من الجدل بعد أن شكك في الهجوم على زوج بيلوسي، في تغريدة له قال فيها إن القصة قد تكون أكثر مما تراه العين، وأرفق رابطا لمقال صحفي يزعم أن زوج بيلوسي كان مخمورا وتورط في مشاجرة في إحدى الحانات قبل أن يقوم لاحقا بحذف هذه التغريدة. إلى يومنا الآن لنتعرف على تصويت اليوم، إليك يومنا. شكرا لك ضحى. سؤالنا للتصويت اليوم هو: ما رأيكم بتشكيك الملياردير آيلون ماسك بحادثة الاعتداء على منزل رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوزي وزوجها؟ هل تعتقدون أن هناك مجالا فعلا للشك في الاعتداء أم أنه اعتداء حقيقي؟ ندعوكم للمشاركة في التصويت وبكثافة. أما الآن أعود وإياكم إلى الزميلة ضحى. عودة إليك ضحى. شكرا يومنا. إذن مشاهدينا وصلنا إلى ختام النشرة الصباحية لهذا اليوم، شكرا لطيب المتابعة وإلى اللقاء. ماركو الديكتاتور.
كشفت جولة لكاميرا الحدث في ولاية كسل شرقي السودان عن أوضاع إنسانية صعبة جراء السيول والفيضانات. نحن القاش حاصرنا من كل الاتجاهات. عدد الضحايا وصل إلى 79 حالة وفاة، كما أن عدد المنازل التي دمرت بشكل كامل فاقت 15,000. بعض المنظمات تحاول حصر حجم الأضرار، ولكن طبعا هي تفوق إمكانياتهم. كيف يمكن معالجة ما يجري في ولاية الجزيرة؟ عقدتم اليوم اجتماعا لقوى الحرية والتغيير شق التوافق الوطني، ما الذي جرى في اجتماع اليوم؟ أي نقاط نوقشت؟ المطلوب الآن من القوى السياسية في السودان أن تسارع الخطى في التوافق حول أطر دستورية. ما تبقى من الفترة الانتقالية يحكمه كل الشعب السوداني، نحن ضد الإقصاء. لماذا لا تجتمع هذه القوى وتضع البلاد نصب عينيها أنه بالفعل هناك بلاد بحاجة إلى أن نصل إلى حل؟ إلى متى ستظل الأمور معلقة؟ أنت تشاهدين الآن هذه المجموعة من المتظاهرين من أنصار تشرين. ما الذي تغير على صعيد المشهد السياسي وعلى صعيد تحقيق مطالب المحتجين آنذاك؟ الحكومة الآن في أعلى درجات ضبط النفس، المؤسسة الأمنية بالتحديد. يعني كيف يمكن لهذه الأحزاب أن ترى نفسها خارج أي حكومة مستقبلية؟ ارتباط هذا القصف الآن كيف يحلل؟ ما هو منطقه بهذه الكثافة؟ إيران لا تريد اليوم أن يعود العراق إلى حاضنته العربية. من خلف جسر الجمهورية ما زال يغص بالمتظاهرين، البعض منهم يرفع صور الضحايا الذين سقطوا في تظاهرات تشرين 2019. ليس فيه انتماءات سياسية للتيار أو الإطار، أم أنه شارع مختلف تماما عن شارع التيار الصدري الذي كنا نتابعه؟ طبقة سياسية ما زالت تمتلك النفوذ والقوة والسلاح. أعتقد يحتاج العراق إلى وقفة جدية كما تشاهدون في هذه الجولة الحصرية لقناة الحدث. الآن وفي كل مكان من العالم وفي كل وقت حدث يغير شيئا ما في حياة أناس، في قرارات قادة، وفي مصائر دول، لأن لكل خبر تداعياته. تابع الحدث في مكانه وزمانه. هي طفولة لا تعرف الحروب، العنف، القسوة، لا تعرف الكراهية. لكنها تدفع ثمن كل ذلك. ما يتم الآن هو رسم خطوط لهذا التماس. قد عزز الجيش السوري والقوات الروسية وجودهما. روسيا لن تنسحب من سوريا، ولكن الآن تعيد إعادة التموضع. هنا قبالة مدينة عين العرب، هدوء حذر في الجانب التركي. موقف وزير الخارجية الروسي هو ضوء أخضر. هل فعلا تركيا ستبدأ بهذه العملية العسكرية؟ تستجيب قسد بشكل جدي للتهديدات التركية. هناك قوات سورية تسيطر ومدعومة من قبل الروس. النظام مستعد أن يقسم سوريا كلها حتى يبقى موجود. أمام أي خيار الحكومة الإيرانية الآن؟ هناك عشرات الرصاص من مهجمي عفرين التي تسيطر عليها القوات التركية. هي حرب صمت، من يصمت أكثر عن تصرفات أنقرة في الشمال السوري. ومن سيكون داعم لقوات سوريا الديمقراطية في هذه المعركة؟ ماذا عن النظام ودور النظام؟ نتحدث هنا عن أراضي سوريا. عالمنا في تحول دائم، تتغير المعطيات فتختلف النتائج. نصبح على حدث ونمسي على آخر. ما يهمنا أن نبقى نقطة تواصلك مع الأحداث 24 ساعة. من مكان الحدث، من قلب الحدث، بالدقة والتفاصيل التي تهمك، حتى تقوم بالقرار السليم، عليك أن تحصل على المعلومات الصحيحة. الحدث. We'll be right back.
قضى اليوم بمشاقه وصراعاته، وآن للعالم أن يهدأ، لكننا في الواقع لا نهدأ. نبدأ بالصور التي وثقتها كاميرا الحدث. الأحداث لا تهدأ. نريد فقط في البداية بعض التفاصيل والأرقام. وأينما كانت طائرة تركية دون طيار اختفت من سماء أوكرانيا، نكون رغم استمرار الخروق العسكرية الحوثية تجاوز خلافات فتح مطار صنعاء. أكدت وزارة الخارجية المصرية أنها تتابع بقلق التطورات الجارية في ليبيا. واشنطن قلقة من التهديد الذي يمثله الحرس الثوري الإيراني، حيث تحولت الاحتجاجات إلى مواجهات. هذه المعطيات تذكر بأيام الحرب الباردة. نريد أن نعرف الخطوات أو المراحل المقبلة. الأخبار الليلة يومياً الخامسة بتوقيت غرينتش على شاشة الحدث. توافد القادة العرب إلى القمة العربية بالجزائر ومسودة البيان الختامي تدين تدخلات إيران وتركيا في المنطقة. إيران تتوعد المحتجين بمحاكمات جماعية، وواشنطن تلوح بالخيار العسكري لمنع طهران من امتلاك النووي. لبنان يدخل في فراغ رئاسي مع انتهاء ولاية ميشيل عون، وباريس تدعو إلى انتخاب رئيس. قائد الجيش الليبي يعلن الاقتراب من قرار لاستعادة الدولة وخوض معركة فاصلة لإخراج القوات الأجنبية. أهلا بكم مشاهدينا إلى هذه النشرة من الحدث. تنطلق بالجزائر اليوم أعمال القمة العربية 31 تحت عنوان لم الشمل. قال الأمين العام المساعد للجامعة العربية حسام زكي أنه جرى التوافق على جميع بنود مشروع بيان القمة. بحسب الشرق الأوسط فإن مشروع البيان الختامي للقمة أكد الالتزام بوحدة اليمن واستقراره وإدانة التصعيد العسكري والقصف بالصواريخ الباليستية والطيران المسير الذي تشنه الميليشيات الحوثية على الأعيان المدنية. كما أدان البيان التدخلات الإيرانية في الشؤون الداخلية للدول العربية التي من شأنها تغذية النزاعات المذهبية والطائفية. كما دعا البيان تركيا إلى الكف عن الأعمال الاستفزازية في العراق وسحب قواتها. وزير الخارجية الجزائري في مقابلته مع الحدث قال إن مستوى التوافق الذي تم تحقيقه بين وزراء الخارجية العرب كبير جدا. أضاف أنه تم توصل لتوافقات بشأن كل البنود المتعلقة بالقمة. حقيقة اجتماعات سادتها روح أخوية، احترام متبادل، وتكلم الجميع بكل حرية. هناك اختلافات في الرأي تم تعبيرها على بعض الأمور، ولكن تطور النقاش وتوصلت المفاوضات إلى نتائج مرضية للجميع. فمستوى التوافق الذي تم تحقيقه مستوى كبير وكبير جدا. كل البنود عندنا توافقات بشأنها، حتى توصلنا إلى ابتكار طريقة عمل جديدة، بحيث قررنا ألا نفتح الملفات التي تم التوافق حولها أثناء الاجتماعات الوزارية التي انعقدت ما بعد قمة تونس في سنة 2019. كانت الحدث التقت أيضا وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة الذي أعلن